أتمنى أن تحكم المحكمة بإبطالة، أتمنى أن تحكم بإبطالة لسبب آخر، حماية للبلد. الآن لنفترض أن المحكمة ما حكمت بإبطالة، أنا حين مخافي من المعارضة. يعني في كان عندنا لقاء قبل الانتخابات بأربع أيام، يقول في عبدالله النيباري أنه الحان يقولوا لنا الناس اللي بالسلطة الله يرحم أيامكم، هذه المعارضة وين الحين؟ أنتم تعتبرون مهذبين جدا، الحين شوفوا المعارضة شلون. هذا يقول هذا الزمن حلوا المجلس بشكل غير دستوري أو زوروا الانتخابات ثلاث مرات وإحنا مهجنين وزينين وكل شيء عدل. أنا أقول بترحمون على المعارضة، مشكلة مو مشكلة معارضة، المشكلة أن الأمور ستفرض. يعني الآن ترى اللي يقود الشارع مو النواب، اللي قاعد يصير شيء خارج نطاق النواب، وهذول لا يمكن التنبؤ بشنو ممكن يسوون. أنا ليش خايف؟ أنا خايف أنه هذا يمكن يذهبون، دائما حماس الشباب يعني يمكن يذهبون إلى أبعد مما في ذهننا ويقضي هذا ما يحدث حولنا في العالم، وراح يقضي أكثر إذا حدث حوالينا، وبالتالي ما أقدر أحسبها، ما أقدر أحسب حجم المخاطر. أنا أقول هل يسوى حجم المخاطر أن نذهب بهذا الاتجاه؟ العقل والمنطق يقول لا، يجب أن نتوقف بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية، يجب أن نتوقف. مرة ثانية، مو دعما للمعارضة ولا نكاية في السلطة، رحمة بالبلد، يجب أن نتوقف، لأن ساعتها بتطلع من إيد حتى المعارضة، بتروح لإيد ناس مختلفين تماما. يعني أنا يعني ما أبي أظلم أحد، لكن يعني أعرف أنه يعني حاول أكثر من مناسبة، مع أني مرة ثانية أنا ما لي علاقة بالسياسيين، لكن يأتوني وفود من شباب، أقل شيء تسمع منهم اللي تقول الحين عصيان مدني، أقل شيء عصيان مدني، بس بعضهم مستعدين يسوون أي شيء، وهذه تصير في كل العالم تصير. فأنا خوفي أنه بيترحمون على ما يسمونهم الآن بالمعارضة الطائشة أو الغوغائية، بيترحمون عليهم. هل يجب أن نصل إلى هذه المرحلة حتى يعود العقل؟ أنا أقول إذا في أمل، إذا لازم نصرخ كل يوم، إذا ترجاهم، أنا مستعد ترجاهم، أنا شخصيا مستعد ترجاهم إنقاذا للبلد لنفعل ذلك، بس ليتوقفوا، لأن ما حد يعرف منه سيتولى زمام الأمور إن حكمت المحكمة الدستورية بدستورية هذا القانون. ربما ترضى كل المعارضة، ربما، لكن هناك قطاع واسع من الناس لن يرضى بذلك، واحتمالات الصدام دائما قائمة، وبيغذيها دائما حكاية فساد وحكاية تهور هنا وهناك، ويكفي عنفين ثلاثة وخلاص.